السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله تكونوا بيان. عندك الحمد لله، رانا في البحر. شوف فور هذا صحيح. المهم بغيتنا نهضر نقول لكم بلي لحقنا لواحد الوقت وين ولينا نتجهروا بالمعاصي، راك فاهم؟ وقت فات وقت الصحابه وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا نهار اللي كان الاسلام كان عنده قيمه، وكان المسلمين صح حقيقه ماشي كيما ضروك هكا كرتون، كان كل شيء بالستره، كان كل شيء بالستره. عبالك حتى لحقت وين ولات مثلا وحده دير الاثم دير ذنب تزني، ولا مثلا يجي انسان يسترها ما يخليها شاكك في لاديبوش ولا، ويسترها حتى انسان ما يسمع بها باللي نقولوا هذيك دارت العار ولا فاهم. دروك لحقت وين ولاو كاينين لي كاميرا بزاف، لا تكنولوجي كثرت وكاع، ولاو لي كاميرا ولي زاباري فوتو كلشي، ولينا نديرو المعاصي ونصوروهم، ولينا نفيلمو المعاصي راك فاهم، ونخلوهم كوم دي سوفونير ونبارطاجوهم شير انترنت والناس يشوفو هكا، وحنا فرحانين زعما درنا حاجة شابة، وشعب ثاني حاسب بلي هاديك حاجة شابة والناس بارطاجيو هذا كيشوف والناس فرحانة ويكومونتو، شغل قدوة. شغل ولا الإنسان اللي يدير الذنوب ويرتكب المعاصي ولا قدوة بزاف ناس، راك فاهم؟ لحقت وين تصور الذنوب تاوعك بالكاميرا وتبارطاجيهم للموندونتي، صعيبة. الله يهدينا. ما انا ودرت هاد الصوالح راك فاهم، كنت قلبت لي فيديو تاوعي في يوتيوب ثاني. الله يهدينا والله، وقت صعيب ولينا نجهروا بالمعصية بزاف، وقت حقنا لو اللي شاد في دينه وشغل شاد في جمرة. وان شاء الله خاوتي، ان شاء الله بعد الميساج ان شاء الله كامل نتربى ونولو ملاح ونولو نفهمو بعضنا ونولو نديرو الخير، ولولي تصور هكا حاجة فيها العيب ولا فيها صوالح هكا في الكباريات ولا، صور طبيعة، صور بحر، صور مش عارف انايا هكا سنانك طايحين، صور حاجة فيها فايدة هكا، ما فيهاش فايدة نقولو بصح كوما ما يكونش فيها العيب ولا داكوردو. ايا السلام عليكم، وجلما نوض تعمر جلما. ايا السلام عليكم، هلا بروحكم، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.